هنالك نعم صامتة في حياتنا، نعم نعم تعودنا عليها حتى صرنا نعتقد أنها من البديهيات، مثل أن تكون بخير آمن وما عندك قلق، مش خايف من بكرة، مش خايف من الناس، مش خايف أنك تنام منك مرتاح البال، أو ما تسافر أو تضيع وقتك أيضا وتصيف وتطلع وتفوت وتزور أقاربك وأصحابك وتضم حبايبك وعيلتك وتضم أولادك من دون ما تخاف أنه تنقلهم مرض أو تعديهم بدون قصد. نعم ما كنا مقدرينا وهلأ عم نفقدها، ولكن وبإذن الله رح ترجع. بس تذكروا لما ترجع إن كنت قدروها أكثر وتستمتعوا فيها أكثر، والأهم تشكروا الله عليها، لأنه بالشكر تدوم النعم. والسلام.